قررت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي أن تكون هذه المسيرة الأسبوعية في 22 من شهر تشرين الأول من يوم الجمعة بأن تبدأ بصلاة الجمعة على الطريق المغلق الذي أغلقته قوات الاحتلال منذ سنوات لإعاقة عمل استيطاني قرره المستوطنون بمسير بالدراجات في أراضي البلدة أو المحيط أو الطريق المؤدي إلى البلدة. لذلك كانت هذه الرسالة رسالة قوية للاحتلال بأن المستوطنين لا يمكن لهم أن ينعموا في طرقاتنا وشوارعنا وحتى أراضينا. قررنا المشاركة والصلاة في الطريق المغلق لإيصال هذه الرسالة للمحتلين وللاستيطان أنه لا يمكن باللحظة من اللحظات الاستغناء عن أراضينا وعن شوارعنا الرئيسية واستعادة حقوقنا التي كفلتها الشرائع الدولية. المتوقع من جيش الاحتلال كما كل مرة القمع الشديد والقمع العنيف، ونتوقع هذه المرة أن يكون القمع بمستوى أعلى وذلك لقربنا من الطريق الاستيطاني المؤدي إلى مستوطنة أو مغتصبة الأموري. لذلك احتشد جيش الاحتلال بقوات كبيرة ومنعنا من الوصول إلى بئر المياه الذي كان من المقرر إقامة الصلاة في ساحته لخشيته على سيارات المستوطنين أو الحركة وتجوال المستوطنين في تلك الطريق.